أقام المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفورات بمدينة القنيطرة التابع للمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة أمس الثلاثاء حفلا بمناسبة الذكرى 50 لتخرج أول فوج من حاملي الشهادات في مختلف مهن تربية الماشية. ويأتي هذا الاحتفال اعترافا بإنجاز وتميز المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بموارد بشرية تعتبر حلقة قوية في معادلة النهوض بالقطاع الفلاحي في التكوين والتأهيل. هذه المناسبة الخمسينية التي تخلد الذكرى الخمسين لتخرج الفوج الأول سنة 1967، نقول أن هذه المدرسة كان لها تاريخ في تكوين التقنيين المتخصصين في تربية المواشي، والمعهد الوحيد على الصعيد الوطني اللي تيكون في هذا المجال. حاليا عندنا أربعة ديال المسالك، ثلاثة تخص مستوى التقني المتخصص. نذكر على سبيل المثال شعبة الدواجن، شعبة المجترات، ومسلك ديال الجودة المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني. وتوج هذا الحفل بتقديم جوائز لبعض الخريجين القدماء، وكاد تسليم شهادات تقديرية لبعض قدماء الأطر والمستخدمين المتقاعدين. إلى ذلك ساهم ألاف خريجي هذه المؤسسة التكوينية في تحقيق جميع التوجهات والسياسات العامة للبلاد في مجال القطاع الفلاحي وتربية الماشية على وجه الخصوص. ويواكب هؤلاء الخريجون منذ سنة 2008 تنفيذ مشاريع مخطط المغرب الأخضر، ويساهمون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.